أستاذ عبد الرحمن ناجي. عبد الرحمن، إيه أخبار المعسكر بعد مباراة الأولمبي؟ اولا برحب بيك يا دكتور ياسر طبعا وبضيوفك في الاهلي اليوم النهارده. يمكن النهارده كانت مباراه قويه جدا بين الاهلي والاولمبي، انتهت بنتيجه 3-0 طبعا زي ما حضرتك عارف. يمكن كان في بعض الاحداث الغير يعني الاحداث المؤسفه زي اصابه ابو تريكه طبعا. ايه مدى او ايه حجم الاصابه يا عبد الرحمن؟ احفظ الهدف الثاني. عبد الرحمن، ايه حجم اصابه ابو تريكه ومداها؟ هي التواء في الكاحل. الدكتور ايهاب فضل ان هو يريحه النهارده، لان انت عارف الحاجات العظميه دي بتحتاج ان هي يا تبقى على طول في وقتها يا الا يستنى تاخد وضعها الطبيعي الاول ويعمل الاشعه. الدكتور ايهاب فضل ان هو يخليها بكره ويعمل الاشعه بكره ان شاء الله. وايه بقيه الاخبار؟ يعني كان في مشكله كده عندنا بس في استاد برج العرب صغيره، لان انت عارف ان استاد برج العرب استاد عسكري. اول ما تواجد طبعا كان ممنوع دخول الصحفيين بشكل عام، لكن قناه الاهلي كان مصرح للدخول، لكن قابلتنا بعض المشاكل ان الاهلي مأجر الاستاد وفي نفس الوقت لازم تصاريح دخول الاعلاميين كلهم بشكل عام. دي كانت المشكله الوحيده اللي قابلتنا النهارده كاعلاميين يعني في دخول استاد برج العرب، ان هو استاد عسكري فانت عارف الاستاد العسكري بيبقى ليه وضع خاص. وتم حل هذه المشكله ولا لسه؟ طبعا بالتعاون مع القوات المسلحه تم حل المشكله طبعا. عموما احنا بنعرض مع كلامك استاذ عبد الرحمن صور من المعسكر ووصول اللاعبين للمعسكر، ويا ترى ايه طبعا اميز حاجه في المعسكر ان اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها واخده المعسكر جد جدا. المباراه اللي جايه مباراه مهمه، مباراه مصيريه، يمكن هم عايزين يحسموا الموضوع في نيجيريا من كلام مع اكثر من لاعب، ان هم عايزين في نيجيريا يحسموا الموقف ويحسموا النتيجه ان شاء الله. ويا ترى ايه ردود الافعال للاعبين بعد اجتماعهم مع اعضاء الالتراس في اهلي مدينه نصر عقب الميران الاخير؟ الالتراس برضه لكن ما كانش واضح ده في الاجتماع اللي فات. اللعيبه الالتراس عرف ان في لعيبه كتير بتسلوا وفي لعيبه كتير وراه، لكن في لعيبه كتير ما بتوضحش ده، ما بتحبش تبين ده. فوجهه النظر اتقربت شويه بين الطرفين، واعتقد انه بقى الطرفين في النهايه طرف واحد، هم الاثنين نادي اهلي يعني هم بالظبط. انا كنت لسه هقول لك يعني هم الاثنين، واحنا كاهلي او كقناه اهلي واهلي اليوم كلنا كيان واحد طبعا. كله كيان واحد في النهايه، هو كيان النادي الاهلي طبعا. كابتن حسام البدري وكابتن سعد عبد الحفيظ اخر اخبارهم ايه؟ لا هم طبعا الاثنين في حاله تركيز شديد جدا. يمكن كابتن سعد عبد الحفيظ مركز ان كل شيء في المعسكر يبقى على اكمل وجه، مفيش حاجه ناقصه المعسكر تقريبا. يمكن اختيارهم حتى للفندق كان ان هو يبقى بعيد عن كل حاجه، بعيد، احنا تقريبا قاعدين في الفندق لوحدينا. كان في اختيار لكل حاجه بدقه يعني. كابتن سعد عبد الحفيظ، بالنسبه لكابتن حسام البدري فدايما التركيز الشديد طبعا مع اللعيبه، التعامل النفسي بينه وبين اللعيبه واضح جدا، خصوصا من اللعيبه اللي هي عايز يقربها اكثر للمباراه. بشكرك أستاذ عبد الرحمن ناجي على هذه الرسالة وعلى هذه الملاحظات الخاصة بمعسكر الأهلي في برج العرب. بالمناسبة نادي سانشاين قرر نهائيا إقامة مباراته مع الأهلي في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي يوم السبت المقبل 6 أكتوبر، السبت بعد المقبل بدل من 7 أكتوبر. سانشاين قرر إقامة المباراة